أخبار اليوم. وحتى بدون كثير من اللاعبين المهمين على مستوى خط الوسط مثل أرتورو فيدال وبوغبا، لكن دفاع اليوفي يبقى منضبط، يبقى يقدم أداء كبير حتى في ظل كل هذه الغيابات. هل يبقى صامدا أمام هذا الضغط الانتراوي الواضح وتسديدة قوية؟ يستمروا في الصمود، دفاع يوفا تسديدة من خارج المنطقة قوية وجميلة مرت من الجميع في زحمة المدافعين. كوفازيتش ميدال، ولكن الكرة بالخطب، انطلاقة بالجانب، ماتري يصل الكرة، ماتري في مكان خطير، ماتري بر و حكم المباراة يصفر إلى ماذا في اللقطة الماضية؟ إلى بطاقة صفراء على نيمار فيديتش، وإلى وجود ركلة جزاء ليوفنتوس. نعم، ركلة جزاء يوفي على نيمار، عدى ماتري، وصل ماتري، وبعد ذلك سقط ماتري. هل أن هنالك ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ الحكم أشار إلى وجود ماذا؟ بطاقة صفراء. الإشارة من الحكم المساعد إلى وجود تمثيل من حكم او من ماتري، ماذا؟ ركله جزاء، هي الى ركله جزاء، نعم الى ركله جزاء، لكنها ليست الى بطاقه حمراء كما كان يطالب فيها لاعبي يوفي على نيمانيا اللي اعتبروه المدافع الاخير. عليك ماركيزيو ان تعيدنا الى المباراه. لسان حال جماهير يوفنتوس في كل مكان، حتى بالبدلاء لا يريدون الخساره، حتى بدون سبعه لاعبين اساسيين لا يريدون الخساره من انتر في الديربي. ماركيزيو اليوفي يعود، اليوفي يتعادل، اليوفي لا يريد الخساره، حتى بالاحتياطيين، حتى بدون الاساسيين. الكرة بينية خطيرة لبوغبا، وبوغبا عدى، ولكن الدفاع أمامه يحافظ على كرة بوغبا، محاصر من أكثر من لاعب. الكثرة غلبت الشجاعة، والكرة تبقى ليوفنتوس، وعرضية ليوفي وخطيرة لجهة اليمين عن طريق السرارو، عودة مرة أخرى، الكرة العرضية باتجاه بوغبا، خلاص الدفاع، صعدها موراتا.